والله صار علينا قصف ما نعرف منين، وصار قتل يعني شهداء بيها. شو صار معه لزوجك؟ طلع يجيب لنا عشاء وانقصف في الشارع. خريف عام 2014 تحولت بلدة جرف الصخر إلى ساحة معارك بين قوات الأمن العراقية المدعومة بفصائل الحشد الشعبي من جهة ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على الجهة الأخرى. السكان كانوا ما بين مقاتلي داعش وما بين مقاتلي الدولة. ما قدرنا نبقى، يعني صار علينا قصف حيل بيوتنا قامت تقع علينا، وآخر لحظة طلعنا والله وقع البيت علينا. تحت جحيم القتال خرج أبناء البلدة هائمين على وجوههم تاركين ديارهم ونزحوا على أمل العودة. فاحنا حابين ما نقدر نضل، يعني بين دول وبين دول العواية تنمرد، فجبرنا أن نطلع من الجرف الصغار. كان هاي العواية يعني اللي قالوا نطلع يومين وثلاثة وترجعون، مش مدري نحن طلعنا بعد ما حد رجعنا. وفقاً لتقرير معهد دراسات الحرب الأمريكي، أخلت الميليشيات العراقية الموالية لإيران جرف الصخر من سكانها وطوقتها منطقة مغلقة ممنوع دخولها وغيرت اسمها لجرف الناصر. المحلل السياسي العراقي مفيد السعيدي المقرب من الحشد الشعبي: كانت هي تلك المنطقة كانت منسوكة من قبل القوات الأمنية، ربما القوات الأمنية لم تكن تلك اليد الطولة بمسك الأرض بصورة عامة بقدر ما جاء اليوم الحشد الشعبي وفرضه. ما هو مهم جدا في جرف الصخر أنها ناحية كبيرة لا يسمح لقوات الأمن العراقية بدخولها. المنطقة ضاعت وصارت كثقب أسود في العراق، جزء منه تسيطر عليه إيران، ولا أحد في البلاد يمتلك السلطة لاستعادتها. في تحقيق من حلقتين من الحرة تتحرى، نفتح ملف ناحية جرف الصخر العراقية على الصعيدين الإنساني والعسكري. نخصص الحلقة الأولى لعرض معاناة النازحين أجبروا منذ نحو 10 سنوات على ترك كل ممتلكاتهم والعيش في مخيمات. هذا جونا من جيعانا وظلينا، ما لنا حد، لا حكومة، لا عرب، ترجعنا وهنا ناسينا، وين روحنا غير على الله؟ هم يعرفون الله هذا الناس بطلية. نستمع إلى قصصهم ومن فقدوهم بالموت أو الاختفاء القسري. لعبوا بينا طوبة، هدينا، جبت ولادي هذا وياي، جبير استشهد هم غاب جرف الصخر، وذلك لا والله خدوهم ثلاثة، ما أعرف مصيرهم لحد الآن، هاي 9 سنين ماكو. نبحث في الأسباب وراء حرص الفصائل المسلحة الموالية لإيران السيطرة على جرف الصخر تحديداً. هي من الأراضي الرخوة واللي هددت مناطق شمال بابل وكربلاء، وأيضا كانت ملاذ آمن لعصابات داعش الإجرامية بطبيعة الجغرافيا وبطبيعة الأيديولوجيا الموجودة هناك. هذه المنطقة لها أبعاد جغرافية مهمة تحد كربلاء وبابل والأنبار، هي موقع عسكري استراتيجي يتحكم بمناطق مهمة، لذلك السيطرة على هذه المنطقة لها أبعاد سياسية واستراتيجية مهمة. منذ البداية عام 2014 شكل خطر تنظيم داعش الإرهابي أزمة نزوح عبر العراق، ما تسبب في تهجير أكثر من 6 ملايين مواطن. بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة في عام 2022 كان لا يزال أكثر من 1 مليون منهم
نازحين داخليا. سكان جرف الصخر كانوا من بين هؤلاء. مايكل نايتس المتخصص في شؤون العراق الأمنية والعسكرية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. عندما هاجمت قوات الحشد الشعبي جرف الصخر كان هناك الكثير من القلق والقليل جدا من رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات العراقية، وكل ما حدث اعتبر دفاعا عن بغداد، لذا لم تطرح أي أسئلة. أخليت الناحية تماما من سكانها، وفي غياب الإحصائيات الرسمية الدقيقة لجأنا لناجي حرج ابن العراق ومدير مركز جنيف الدولي للعدالة في سويسرا. حصل عملية تهجير واسعة النطاق لسكان جرف الصخر، الأرقام تتراوح بين 130 ألف إلى 150. بخساراتهم المادية والمعنوية بحث أبناء جرف الصخر عن ملاذ آمن. لجأ غالبيتهم إلى عامرية الفلوجة التي تبعد أكثر من 60 كيلومتراً إلى الشمال من بلدتهم. اتجهنا لأغرب المناطق العالية ومن بعدها اتجهنا لعامرية الصمود. أكثر الناس جت مشي. قمنا نتحول من مكان إلى مكان، بعدين تحولنا العامرية الفلوجة ووصلنا بحالة يعني حتى فلوس ما عندنا، ظلينا قاعدين بالعراء، وبعدين الحكومة جابت لنا خيم بالعامرية الفلوجة وقعدنا بيها. مخيم العامرية المركزي لم يكن نهاية المطاف، فوفق الجمعيات التي تعنى بالنازحين انتقلت أكثرية أهالي جرف الصخر إلى مخيمات بزيبز العشوائية. من تهجرنا يعني تعبنا حيل هسه، بمطر العام الراح الأكثرية عندنا ناس توفت هنا، يعني أنا والدتي هنا بالمطر توفت. والله كان عايشين أحسن عيشة، يعني عندنا ملاك وبيت وقاع، وانت جاي تشوفون هالعيشة وصورت وشفتوا، والله عيشة الظيم عايشين. يعني عايشين والله تراب والحياة والله العظيم حشرات ماكلتنا، والشتاء جانا هذا هم البرد كاتلنا، وهاي بنتي مريضة والله العظيم صوبة ما أقدر أشعل، أنا جهالي كاتلنا البرد والضيم. إضافة إلى الظروف القاسية التي تعيشها، حدثتنا ريام أحمد بحسرة عن حاجة ابنتها لإجراء عملية جراحية قبل أن تبلغ الخامسة. ما أريد أي شيء، أريد أي واحد يوديها للدكتور يسوي لها عملية، ما أريد أي شيء، ما أريد عمي لا بيت ولا أريد أكل ولا أريد شرب، والله بس أريدكم تساعدون بنتي، والله العظيم كل شيء ما أريد، كل شيء ما أريد، أنا تعبت وهي تعبت والله العظيم تعبت. بعد 8 سنوات من وقوع المشكلة ومع أواخر عام 2022 تعهدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بإعادة كل النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. من ضمن البرنامج الحكومي واللي صوت عليه مجلس الوزراء أنه يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال 6 أشهر، ومن ضمنهم نازحي جرف الصخر. لكن الحكومة استثنت أهالي جرف الصخر، أي أكثر من 7500 عائلة وفق قاعدة البيانات الرسمية، من قرار إغلاق ملف النازحين بحلول أيلول سبتمبر عام 2023. 10 سنين إحنا بالخيمة، يعني إحنا بلدنا مهجرين هالشكل ما يصير، ترى هاي ما صايرة يعني. لأكثر من مرة راسلنا وزارة الهجرة والمهجرين العراقية للتعليق على أسباب استثناء سكان جرف الصخر من العودة، ولم نتلقى رداً. بعض المقربين من الحشد الشعبي تحدثوا لنا عن صعوبة هذه العودة. هذه المنطقة كانت تهدد أقدس مناطق العراق هي كربلاء، أجي اليوم في ظل مظهر مشوه
من ملف النازحين ومن ملفات أخرى وأقول يلا أنا حررت هذا الدم يلا هاكم تفضلوا أرضكم وكأنك يا وزيت ما غزيت. ولو فتحنا الباب وارجع الأهالي بالتأكيد ترجع تلك العصابات لن ترجع الحاضنة الأساسية التي كانت ترعاهم في تلك الفترة. لكن محمد سلمان الطائي النائبة السابقة عن محافظة بابل التي تتبعها الناحية أكد لنا محدودية سيطرة التنظيم الإرهابي على المنطقة. المساحة اللي سيطرت عليها داعش هي قلب المنطقة فقط، يعني المنطقة الإدارية، أما باقي المناطق مناطق جرف الصخر وهي كبيرة وشاسعة لم تكن هنالك سيطرة لداعش، وكان تجاوب السكان معها قليل جدا، يعدون عدا كانوا مؤيدين لهذا الفكر، أما غالبية السكان هم من المزارعين من البسطاء من العشائر المسالمة التي لا دخل لها في أي نزاع سواء كان سياسي أو أمني. في الجزء الثاني من هذا التحقيق، لماذا أجبر أهالي جرف الصخر على النزوح عن بلدتهم؟ وهل كان خطر الإرهابي مجرد ذريعة لسيطرة الميليشيات الكاملة على الناحية؟ في 24 من تشرين الأول أكتوبر 2014 أعلنت قوات الحشد الشعبي تحرير جرف الصخر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد عمليات مشتركة مع قوات الأمن العراقية أطلق عليها اسم عاشوراء. يمنا من جرف الصخر ومتجهين إلى سامراء بعونه تعالى. بعد 4 أشهر من المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية والجيش العراقي تدفق نحو 10,000 من رجال الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة إلى هذه المنطقة وفقاً لهادي العامري قائد فيلق بدر المدعوم من إيران والذي مسق العملية. كانت أغلب بل جميع التفجيرات كانت تأتي عن طريق جرف النصر حاليا وهي كانت المنطلق للعمليات الإرهابية لغاية ما دخل الحج الشعبي إلى تلك المناطق وحررها من تلك العصابات وبسط الأمن فيها. للتأكد من حجم الحوادث المنسوبة لتنظيم داعش بحثنا في قاعدة بيانات الإرهاب العالمي فوجدنا أن في الفترة من أذار مارس 2014 وهي أول مرة أعلن فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في جرف الصخر وعلى مدى 7 أشهر تالية تم توثيق 7 هجمات. حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر 2014 عندما أعلن تحرير المنطقة أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 64 شخصاً وجرح 28 آخرين معظمهم من الجنود. من دون شك كان لتنظيم داعش بعض المقاتلين في جرف الصخر، لكن هل احتاجت قوات الحشد الشعبي إلى إخراج كل مواطن سني من المنطقة؟ الإجابة لا، فكل هؤلاء لم ينتموا لداعش، وكان عدد مقاتلي التنظيم في جرف الصخر صغيرا جدا. خلال المعارك في خريف عام 2014 وبين الموت والنزوح لم يكن أمام سكان جرف الصخر خيارات كثيرة، ومع ذلك أخبرونا أنهم لم يخرجوا من ناحيتهم بمحض إرادتهم بل أجبروا على ذلك. جونا ناس وإحنا بالحزب المدوين والله ما نعرف كل شيء وحق هذا الله رجع أبو بيتي ما أطلع. غصباً علينا نزحنا
لا عند رجعتنا قوات الساعة طردتنا. عنده شيء وإن ما عنده قلوا له شن شغلك هنا لازم ينزح ما يظل. ويسعى لإرسال بعثة تقصي حقائق دولية. ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة عمل على ملف جرف الصخر وحدثنا عما جرى وقتها. اللي حدث أنه فجأة حصل هجوم من ثلاثة ميليشيات رئيسية، هي كتائب حزب الله، فيلق بدر وعصائب أهل الحرب على المدينة، وكانت الذريعة المستخدمة هي وجود عناصر من تنظيم الدولة داعش. طبعا يعني هذا الموضوع هو موضوع شك، كان يعني كيف تمت عملية التحرير وبنفس الوقت عملية تهجير للأهالي، هذا الشيء غريب جدا حقيقة. يعني بعد سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على جرف الصخر خريف عام 2014، وبحسب منظمات حقوقية جرى اعتقال معظم الذكور من سكان المنطقة، فتح لهم المجال أن يخرجوا من المدينة، لكن جرى اعتقال الكثير منهم. الذي سمعنا من الأهالي أن معظم الرجال الشباب من عمر بعد 10 سنوات 12 سنة وفوق، والرجال إلى عمر 50 سنة 55 معظمهم قد جرى اعتقالهم. مالك علي مزهر كان من بين النازحين الذين فقدوا أقرباء لهم. وفقاً لروايته اعتقل أخوه في جرف الصخر ليخطف بعدها بسنوات. جت قوات حكومية اعتقلوه تقريباً ظل بسنة تقريباً 4 سنين 3. أفرجت عنه الحكومة العراقية، طلع من أفرجت عنه الحكومة العراقية بالطريق انخطف وراح حد الآن ما ندري مصيره وين صار حد هاي اللحظة. وحتى كانت يعني أمه ظلت تسوى عليه ما توفت. في كثير من الحالات تلاشى أثر المعتقلين في بلد يتصدر قائمة حالات الاختفاء القسري عالمياً طبقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تدهور الوضع أكثر بعد قيام قوات الحشد الشعبي بعمليات عسكرية لاستعادة المدن الكبرى من تنظيم داعش. خلال هذه العمليات أخفت القوات الموالية للحكومة الآلاف من العرب السنة وخاصة الرجال والصبية، خاصة اختفى العديد من أبناء جرف الصخر قسرياً وقتل البعض في وضح النهار. أنا جاء عن إرادة العشائر، ما حد يقدر يسوي شيء ولا حد يسمع الآن. في شباط فبراير 2015 هاجم مسلحون مجهولون موكب الشيخ قاسم سويدان الجنبي الزعيم العشائري عند نقطة تفتيش جنوب العاصمة بغداد. حمل ما عدى إطلاقاً. عثر على الشيخ قاسم سويدان الجنابي وابنه محمد وأغلب حراسهم الشخصيين قتلى بعد بضع ساعات في شمال بغداد. ويعد الشيخ شخصية مهمة في الجهود الرامية لمكافحة الطائفية في المناطق المختلطة جنوبية بغداد، وكان يضغط مؤخراً لعودة نحو 70,000 من النازحين السنة من سكان جرف الصخر. من تستمع الحديثهم وتستمع الكلامهم يعني وضع مأساوي. حتى اليوم لم يعقب أحد في قضية مقتل الشيخ سويدان أحد أبرز وجهاء عشيرة الجنبيين والتي ينتمي إليها غالبية سكان جرف الصخر. أطفالهم الآن بالعراء لأنه ما عندهم مكان. العالم العراقي سامي جرالة عمل في المنطقة لسنوات جمعته خلالها صداقة بالشيخ، وحدثنا عما يراه السبب وراء الاغتيال. كان معارض غادي بدأوا يهجرون بالناس، قال لهم طيب داعش طلعت انتم ليش ما تطلعون؟ ليش ما نرجع لهن؟ قام يلح بالإعلام قتلوه هو ابنه على طريق بغداد. تواصلنا مع مستشارين للحكومة العراقية للتعليق على ملف جرف الصخر، ولكنهم اعتذروا لحساسية الموضوع. الأمر الذي أكده بعض المقربين من الحشد الشعبي.
لا هذه أسئلة استفزازية يستفز بها أبسط مواطن حتى لو جرح أصبعه بسبب عصابات داعش إجرامية موجودة في جرف النصر. أنا جاي استفزه بهذا المفاوضة بقدر ما أجعل الملف أمني ملف حكومي وأجعله، لأن هنا هذا ملف حساس جدا من ضمن الملفات الحساسة في الساحة العراقية. مايكل نايتس المتابع للملف عن كثب حدثنا أن جرف الصخر كانت محط أنظار الميليشيات لسنوات ولأهداف محددة. ما حدث في جرف الصخر كان عقابا جماعيا للسنة عبر تهجيرهم من هذه المنطقة المهمة خارج بغداد. فمنذ زمن طويل كانت الميليشيات الشيعية تريد إخلاءها من المدنيين السنة، وسنحت الفرصة مع تصاعد تهديدات داعش لبغداد وتشكل قوات الحشد الشعبي. بعد سنوات من تهجير أهلها ومنعهم من العودة، خرج رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية ليعلن أن جرف الصخر خارج سلطة الدولة. جرف الصخر الآن معسكر. معسكر منه؟ معسكر لفصائل مسلح. طيب ما حكيتوا هذا بإئتلاف إدارة الدولة؟ لا زلت أقول لك أنه غير لا يوجد أحد قادر على دخول جرف الصخر مهما على شأنه. هو حاول أن يجد تسوية لهذا الملف، وأنا كنت يعني عنصر رئيسي في مشروع لإعادة السكان لهذه المنطقة، ولكن جهود الرئيس الحلبوسي لم تصل إلى نتيجة. عدد أعضائه. على الطرف الآخر يؤكد البعض صعوبة خروج الفصائل المسلحة من جرف الصخر. كان ذهب إلى تلك المناطق وشفت خطورتها ووعورتها، يعني أقول لا لنصنع ساحة بديلة لإرجاع الأهالي ونبني لهم مجمعات سكنية حديثة تليق بهم ونبعدهم عن هذه المنطقة لحساسيتها ووضعها. عشر سنوات وما زال أهالي جرف الصخر ممنوعين من العودة لبلدتهم التي تحولت تحت سلطة الميليشيات إلى مكان مختلف. جرف الصخر نفسها أصبحت مستقلة، يعني بيها معامل ومصانع ومعتقلات وإلى آخره. كل جرف الصخر واحد المهندس اللي قال لي جرف الصخر ما نطيها، قلت ليش ما نطيها أبا مع التكية؟ What we do know is that Jurf al-Sakhr is one of a couple of places. جرف الصخر هي أحد الأماكن التي تعتبرها طهران مخزناً آمناً للصواريخ الباليستية في العراق، لأنها تحتوي على أعداد كبيرة من المباني الفارغة ولا يسمح لأي مدني أو إعلامي بدخول المنطقة. مساحة مظلمة لوكالات الاستخبارات الغربية ومركز نفوذ إيراني في العراق. That it is the central point for Iranian influence in the country. في حلقة ثانية من هذا التحقيق الأسبوع المقبل، ما الذي يحدث داخل ما يوصف بمثلث برمودا العراقي؟ وكيف تستغل الميليشيات الموالية لإيران سيطرتها على جرف الصخر؟